اهلا بيكم مره تانيه ووقفتنا مع الصحافه ووسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي قراءه لاهم الاحداث والقضايا في صحيفه الاهرام. العنوان الابرز للحرب اللي بيقوم بها الجيش المصري حاليا لمواجهه الارهاب وعنوان الاهرام قبائل سيناء ترفض ايواء الارهابيين. مصرع خمسة من منافذي هجوم الشيخ زويد الإرهابي وضبط مخزن متفجرات. إنشاء 6 قرى بدوية واستكمال 16 تجمع تنموي متكامل. يعني جهود الأعمار في طريق واستهداف العناصر الإرهابية في طريقها أيضا. طيب بنشوف من صحيفة اليوم السابع: الجيش على الجبهة، وزير الدفاع: اتخذنا إجراءات حاسمة وسيعلم الجميع مداها وكل أبناء الشعب سيعلمون ذلك. الفريق أول صدقي صبحي يشهد بيانا عمليا لاقتحام وعبور قناة السويس. ومن بين السطور في اليوم السابع أيضا: 250 أسرة بتغادر الشريط الحدودي مع غزة وإخلاء فوري للمنازل من الأهالي على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. في صحيفة الشروق الحقيقة انفراد وعنوان على عهدتها. احنا عارفين مع يعني اقتراب الوقت من الانتخابات البرلمانية بتظهر اشاعات كتيرة حوالين البرلمان اللي جاي ومين الشخصيات ورموز المتوقع انها تكون مسيطرة عليه. والحقيقة كان في اشاعات كتيرة حول أحمد عز أنه أصبح يعني يكون بالفعل ائتلاف أو تحالف بأي شكل من الأشكال. الشروق وعلى عهدتها بتقول: رسالة من جهة سيادية إلى أحمد عز، الصمت أو العقوبات. تعليمات حكومية للأجهزة الرقابية بفتح وتحريك ملفات الفساد والنيابة تستعد. طبعا يعني بخصوص الانفراد اللي قامت بيه الشروق، متوقع النوعيه دي من الاخبار في الفتره اللي جايه. اكيد طبعا ده اكيد مفيش فيها كلام. طبعا عايزين نشارك اخواتنا التوانسه فرحتهم باول طبعاً. انتخابات تشريعيه بالنسبه لهم ونجاح يعني نجاح ثوره الياسمين بالنسبه لهم على الاقل بانشاء هذه الانتخابات واجراء هذه الانتخابات في بعد سنوات من غياب بالطبع بالنسبه لهم، وتفوق الجانب العلماني على الجانب الاسلامي او نداء تونس على بمعنى اصح على الجهة الحاكمة أو المكان الحاكمة. وطبعا السيد بيج السبسي هو من يقود نداء تونس، وبالتالي حصلوا على 80 مقعد على الأقل بحسب الإحصائيات غير الرسمية مقابل 70 كرسي لحزب النهضة فقط. وبالتالي كمان في تصريحات بنزورهم يأمن هم ما فيش تحالف على الإطلاق مع حزب النهضة بأي حال من الأحوال. طبعا بنبارك للشعب التونسي ونتمنى له يعني أنه يتعدى هذه المرحلة الصعبة اللي مر بيها. خلونا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي وأهم الشخصيات العامة. طيب أهم تغريداتها. أنا عايز أقول حاجة قبل ما ندخل بس. أول حاجة في تويتر والفيسبوك استغل في تغريدة أو في حاجة متشيرة جدا: جيش مصر رجالة. دي احتلت المرتبة الأولى في جميع التغريدات وجميع حسب الحسابات الرسمية من تويتر. احنا ما بنقولش كلام من عندنا خالص. جيش مصر رجالة مصري، هذا الكلام منشور عربيا، هاشتاج منشور عربيا ومحليا ودوليا، رقم واحد حتى الآن في الفترة الأخيرة. كلمة جيش مصر رجالة بتسبق الهاشتاج، بيسبق كل تغريدة وكل تويتر من أي حد. ثورة إلكترونية يعني مع اختلاف الناس هي الموضوع يستحق أو محتاج الإشادة لرجال الجيش المصري أم لا، لكن هي الحقيقة تعبير عن مساندة الشعب بكل طوائفه للجيش. خلينا نشوف تغريدات أهم الشخصيات العامة والسياسية. نبدأ بتغريدة للسيد عمرو موسى بيقول فيها: مصر وهي تتجه الآن لأن تكون جزيرة من الاستقرار في منطقة شديدة الاضطراب مدعوة للوقوف صفا واحدا وبحسم أمام الإرهاب الذي يهددها في أكثر من مكان. طيب اللي انا كنت بقوله انا كنت شايف، بس هي جت كمان هي على لسان الصحفيه صحف الجعاره عبر تغريده ليها في تويتر. قالت: محبه الشعب العربي لمصر والحفاوه بهاشتاج الجيش المصري رجاله تجعلني اسخر من تطاول الاقزام علينا، وتحيه من القلب لاخواتنا في الخليج. ده زي ما قلنا وتاكيدا للمعلومه ان احنا قلناها منذ قليل. مصطفى النجار عبر تويتر بيقول: الحرب في سيناء غير نظاميه وتحتاج لدعم شعبي يشارك فيه اهل سيناء، وكل مصري لديه استعداد للتطوع للدفاع عن الوطن ويواجه الارهاب. ونختتم جولتنا بتغريده الشاعر عبد الرحمن العبنودي الخال طبعا بيقول فيها: جيش مصر في العالي جنايته بتطانح النهر، ودي كانت ايه بدونه الجندي لو ينطح الصخر ما هيسخر ما هيخسر الا قرونه. طبعا ده هو الجدي مش الجندي، طبعا هو الجدي لو ينطح الصخر
ما هيخسر الا قرونه اكيد طبعا. يعني دي لازم تتوضح تاني. لازم تقال مره تاني. جيش مصر في العالي جنايته بتنطح النهر، ودي كانت ايه بدونه. الجدي لو ينطح الصخر ما هيخسر الا قرونه، على راي الخال عبد الرحمن الأبنودي. تغريدات الضيوف، يعني تغريدات الشخصيات العامه كلها يعني تصب في نفس الاتجاه، كلنا مع جيش بلدنا في محاربة الإرهاب. خلونا نشوف القراءة التحليلية للأخبار دي وغيرها مع الأستاذ حسام فاروق الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. أهلا بك، صباح الخير يا أستاذ حسام. أهلا وسهلا. أهلا، صباح الخير يا أستاذ حسام. زي ما احنا شايفين الحرب على الإرهاب هي المسيطرة على كل العناوين والتغريدات في المصري اليوم. الجيش يبدأ المعركة الفاصلة، تعزيزات من القوات المسلحة والشرطة في سيناء لشن هجمات على البؤر الإرهابية وبدء إخلاء شريط الحدودي وتدمير 9 أنفاق. المرحلة دي في مواجهة الإرهاب إلى أي مدى شايفها تختلف خصوصا بعد الحادثة الأخيرة؟ هو احنا بالتأكيد بنحارب الإرهاب تقريبا من 2012 منذ تولي الجماعة الإرهابية الحكم، حيث تم العفو عن مجرمين وتم استيطان سيناء من قبل عناصر خارجية من حماس ومن غزة ومن قبل جهادي، أو هكذا يسمون أنفسهم جهادين. أنا لا أوافق على كلمة جهادين لأن الجهاد أسمى وأرقى من ذلك. تم تدريب وتم تكوين بؤر إرهابية، هذا إلى جانب أن سيناء كانت ولا زالت مسرحا لمثل هذه العمليات. الحدة واللهجة اختلفت تماما في الفترة الأخيرة ووصلت ذروتها بعد الحادث الأخير. أعتقد أن الأيام القادمة ستكون حاسمة وفاصلة، لأننا الآن الحرب أصبحت معلنة وبشكل رسمي. حينما يخرج رئيس الدولة ويتحدث بهذه اللهجة الحادة، ونحن غير معتادين من الرئيس السيسي الحديث بهذه اللهجة ويتحدث عن معلومات صريحة للشعب أن هناك جهات خارجية. المرة الأولى حسين، للمرة الأولى هو رجل بالأساس، المرة الأولى يقول أنا عندي مؤامرات خارجية وداخلية، يعني دي المرة الأولى كمان كلمة خارجية ما بين قوسين كبار كده يعني. لاحظ أنه بالأساس هو رجل مخابرات، وهؤلاء قليلي الحديث، قليلي الكلام، قليلي الإدلاء بمعلومات. فحينما يخرج ومحددا ويقول أن لدينا معلومات أن هناك جهات خارجية وراء ذلك، فأصبحت الحرب معلنة. في جهات دولية وجهات إقليمية، وللأسف عناصر داخلية يهمها جدا ما يبقاش في استقرار في مصر، يهمها جدا إن المركب اللي ماشية تغرق، تمام؟ وده طبعا إن شاء الله مش هيحصل خالص. فأعتقد الآن يعني في الأيام الحالية هناك جهات سيادية تحقق مع ما يقرب من 100 جهة، سواء جهات بعينها أو أشخاص متورطة في فكرة دعم الإرهاب سواء ماليا أو بتخطيط أو باجتماعات. فردا على سؤال حضرتك، أعتقد أن الحسم اقترب، أعتقد أن النبرة واللهجة اختلفت، أعتقد أننا اكتوينا بما فيه الكفاية طبعًا بنار الإرهاب. طيب ما بين السطور يعني، بس حسام تفضل، اللي يركز ما بين السطور كده يلاقي كل دول العالم شجبت وعزت وأدان وأدانت وعملت كل حاجة باستثناء اتنين، قطر وتركيا ما لهمش أي تعليق على الموضوع خالص. يا سيدي، هل تطلب من يعني من أحد المتورط، يعني من المتورط أن يشكب أو يدين؟ يعني انا يعني اعتقد وانا على متى شفت التحقيقات، يعني خلي التحقيقات تسير في المراحل. خلينا نتكلم عن الظاهر بغض النظر عن التحقيقات. اكم من مره خرج ذلك الرئيس التركي ويسيء للدوله المصريه وهو بالاساس متآمر، واضح ده كلام واضح مش محتاج ان انا اتكلم. قطر هي معقل الارهابيين يعني طبعا الان او الظاهر الان انهم رحلوهم، بعضهم راح تركيا وبعضهم ايطاليا والكلام ده، ولكن هي بالاساس قطر متورطه في تمويل الارهاب. والان يعني اعتقد ان امير قطر في زياره لبريطانيا ايضا لمحاوله تجميل شكل الدويله بعد ان اتهمت بانها ممول اساسي للارهاب في منطقه الخليج، الراعي الاول للارهاب. فازاي نطلب من دولتين بالاساس وراءهم شبهات في فكره تمويل الارهاب؟ الحدث الحقيقه انساني. انا رايي الشخصي ان احنا ان شاء الله هنتجاوز مرحله
الإدانات والشجب. إن شاء الله وستكون هناك أحداث على الأرض، سيكون هناك واقع سيفرض نفسه، لأن الحقيقة مصر أكبر بكتير من تلك العصابات والجماعات المتفرقة. وللأسف الشديد هي السنة اللي سنة اللي حكم فيها جماعة الإخوان، تم زي ما تقول كده إعدادهم وتمرينهم وتمويلهم، فإحنا يعني إن شاء الله سنتجاوز العقبة ديت، وسيكون الرد حاسم وقوي، وسيشفي غليل الأمهات الثكلة التي استقبلنا نعوش أبنائهن في مشهد مهيب. طيب خلينا نروح لأهرام. طبعا ده أكيد ده مترتب على ده للأسف، العملية الإرهابية بتبقى لمن هؤلاء من يسيء إلى الدين هيكون تحت ستار الدين، وقلنا ما قلنا في هذا المجال في التقديمة. الأهرام بتقول الرئيس بيؤكد على ضرورة الخطاب الديني المستنير، وذلك خلال لقائه بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأكد على أهمية الارتقاء بالخطاب الديني وتأهيل الوعاظ الدينيين سواء من يعملون في الداخل أو من يتم إفادهم حتى إلى البعثات الخارجية ليكونوا خير سفراء لنا. أعتقد ده موضوع مهم جدا، ويعني زي ما قول لسنا تعب من كتر الكلام فيه. شوف يا سيدي، احنا محتاجين حاجتين، تغيير خطابين بالاساس، الخطاب الديني والخطاب الاعلامي. اولا عشان نتكلم عن الخطاب الديني، انا يعني كباحث سياسي وكدارس للسياسة مع تماما فصل الدين عن السياسة، لازم ده لازم، مفيش حاجة اسمها حزب ديني او جماعة دينية تخش الحكم. قالوا كلمتهم في دفتر لازم ده تمام. يعني لما يخرج مثلا رئيس حزب ديني معلقا، رئيس حزب ديني مفترض انه معروف ولا احب ان اذكر اسمه، معلقا على حادث كرم القواديس ويقول الجانبين الذين سقطوا من الجانبين شهداء. إذا كان اللي فات قال لك المخطوفين، الله يفتح عليك، والخاطفين نفس المدرسة، نفس المدرسة، الخاطفين والمخطوفين، لقد أنا الخاطفين سبقة المخطوفين، الله يفتح عليك، يعني عطب الخاطفين على المعطو يعني مش ممكن. أنا علقت بالضبط، هو من نفس مدرسة حافظوا على سلامة الخاطفين والمخطوفين. إزاي تعتبر اللي بيقتلني واتقتل وهو بيقتلني أو شهيد زي شهيد إزاي؟ يعني القاتل والمقتول، القاتل والمقتول. وعندما يخرج ابن الحبيس أو ابن الرئيس الأسبق مرسي ويقول عمليات المجاهدين في سيناء لن تتوقف إلا بعد شرعية، نفس كلام البلطاجي أنا بحبها البلطاجي بالطبع نفس كلامه برضو لما قال ستوقف العمليات في أول لحظة تمام. فإحنا دلوقتي فكرة الدين دي، ربط الدين بالسياسة ده أكبر خطأ. نحن هنشتغل سياسة، نشتغل سياسة تمام. فالخطاب الديني بقى المشكلة كمان، عشان نرجع لفكرة الخطاب الديني، برضو في ذات نفس الفترة وما سبقها كانت المنابر في القرى والنجوع وأقاصي الصعيد وأقاصي الريف المصري يعتليها أعضاء من الجماعات الإرهابية، ويروجون لفكرة أنك إذا قلت لنا نعم فأنت مع الله والله يحبك الكلام ده، ولا يعني أنت كافر وتدخل النار والترويج. عندنا أمثلة كثيرة، غزوة الخندق وقندهار ده ما شاء الله حدث ولا حرج يعني. صحيح ال- 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 الخطاب ومش كان في برضو واحد خرج في الخطاب في أحد اجتماعات الاستاد الشهيرة وقال له اسحقهم يا ريس تمام. فاللي أنا أقصده أن هنشتغل سياسة، بنشتغل سياسة، مفيش حاجة اسمها حزب ديني، مفيش حاجة اسمها داعية ديني أو إمام يصعد إلى المنبر يتحدث عن سياسة أو دولة. يعني ده مدخلنا للخطاب الديني المستنير. لازم دلوقتي الدين يعني ما لله لله وما للخلق. أعتقد أن لابد أن يكون هناك دور لمؤسسة الأزهر على اعتبارها أول جامعة في العالم أو الجامعة الإسلامية في العالم، لابد أن يكون هو المنار، منارة الإسلام في التاريخ. إحنا عندنا الأزهر على فكرة، برا لما نسافر في دول العالم يقول لك ده انتوا عندكم الازهر، احنا مش عارفين قيمة الازهر. لازم الازهر دور يكون بالذات في الدول الافريقية الحقيقة. طبعا في الدول الافريقية، وعلى فكرة كمان في دول القرن الافريقي وفي الدول اللي هي اللي بتبعت لنا، يعني مثلا لك انت تخلي اندونيسيا والسنغال، الدول دي كلها بتبعت لنا بعثات هنا تدرس في الازهر. فاحنا لازم ان الخطاب الديني يكون مدعوما برؤية من الأزهر، لابد ألا يصعد على الى المنابر الا من يعلم، إلا من يعلم ومن يتحدث فقط في الدين واحكام السيطره ده. طيب يا استاذ حسام، يعني في اليوم السابع جانب اخر من المواجهه ايضا، احزاب مصر ايد واحده ضد الارهاب، 45 حزب وحركه توقع على تاسيس جبهه لدعم الدوله في حضور سويرس والبدوي وابو الغار. المواجهه السياسيه الحزبيه مع كل ما يؤخذ على الأحزاب من انتقادات، مع كل التكهنات حتى في البرلمان اللي جاي، وإنه هيكون فرصة للتناحر والصراع ما بين التيارات الإسلامية من ناحية
والفلول من ناحية أخرى. شوفي هقول حاجة على حاجة، أنا يعني رأيي إن الأحزاب اللي موجودة دي تبقى الأول قبل ما ما ما, ما تطلع في بالشعارات والكلام ده والاجتماعات اللي تحط فيها أزاز مية وبيبسي وكلام ده، لا أنت أخرج اتكلم أصحاب الياقة البيضاء. لا أخرج على الأرض، انت مكانك ايه في الشارع؟ طب الجماعه الارهابيه نجحت ازاي؟ دخلت الشارع، خلينا نعترف، نزلت الشارع مع الناس وبالزيف اوكي، ولكن وصلت. لا وخلينا نقول كمان يا استاذ حسام، يعني انت للاسف للاسف احصائيات تدني التعليم كثيره وممكن تضحك على اي حد بسهوله. بالظبط. هي حملات بتاعه الجماعه دي كان يسمونها حملات غسل الامخاخ، ان هو بيشيل دماغك ويحط لك دماغ تانية او السمع او طاقة كلام. انت كأحزاب عندنا احزاب كتيرة جدا جدا اعدادها كتير، اعتقد ان هي محتاجة ان تكون لها وجود على ارض الواقع. اعتقد ان الاحزاب لابد ان تعمل لما هو آتن، لان زي ما حضرتك قلتي البرلمان القادم هو اخطر برلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية. انما نخرج ونجتمع ونقول احنا مع، طبعا عارفين كلنا ضد الارهاب، هتعمل ايه للدولة؟ مش اطلاقا. انزل الشارع، انزل الشارع المصري، اعمل حملات توعية، اعمل ندوات، اعمل مؤتمرات، قرب الناس منك ووصل لهم فكرك ان انت ضد الارهاب. انما نعمل اجتماع والكاميرات تصور ونسلم على بعض زي ما حضرتك قلت اصحاب الياقة البيضاء. احنا شايفينه التحالف ده يا استاذ حسام، ممكن نشبهه باي شكل من الاشكال انه يكون حزب نداء تونس جديد؟ لا بص، التجربة في تونس، في تونس تختلف خالص جدا. يعني اولا هم للاسف الشديد السكانية مختلفة، التركيبة السكانية تختلف، الديموغرافيا نفسها تختلف، الدماغ تختلف، وعدد السكان وعدد السكان طبعا صغير جدا. هناك كمان تعاطيهم مع فكرة الديمقراطية غيرنا. طيب بس الفكرة، رحم الفكرة حتى انه الاحزاب المدنية لما تشعر بالخطر ممكن تجتمع في شكل تحالف امام الاحزاب الدينية. ما هو ده جميل يا فندم، بس انا شايف ان اللي بيقدموه مش كافي. اللي حضرتك اوكي كلنا مع ده، يا ريت يبقى عندنا جبهة مدنية في مواجهة مثل هذه الجماعات السوداء المتطرفة. ولكن بتعمل ايه الجبهة؟ الجبهة بتخرج تعمل اجتماعات لطيفة جدا، معظمهم رؤساء الأحزاب أصحاب قنوات بيصوروا على قنواتهم والدنيا لطيفة جدا وخرجنا. إيه بقى اللي في الأرض؟ تيجي بقى بعد ما نخرج مفيش حاجة، النتيجة إيه؟ مفيش حاجة، إحنا طلعنا وعملنا مؤتمر وعملنا صفر في الآخر. فأنا أقصد إن بدال ما أنت تعمل مؤتمر، لا انزل بقى أقاصي الصعيد، اعمل حملات توعية، ناقش فكرة الجهل، الجهل السياسي والجهل، اعمل توعية وللأسف للناس. أنت عارف في رأي الخبراء وأكيد حضرتك منهم ان الحساب الدنيا هتاخد في البرلمان اللي جاي طبعا، وعلى الاقل والبعض قال مينيمم 15%. يا فندم احنا في جزر يعني منعزله، بمعنى لك ان تتخيل حتى هذه اللحظه التي نجلس فيها هناك اناس عايشين على ارض مصر معتقدين تماما وعلى يقين ان احنا ضد وان الدين وان فهمت قصدي. فاحنا عايزين نطلع الصوره، لازم نخش جوه الاماكن اللي مش فيها كاميرا، لازم نخش ونوصل للناس، انما طيب نقعد في الاضواء. طيب ناخد حاجه من الاخبار كده وبرضه التاريخ المصري يوم في نفس المجال الواحد، محلب بيعطى اشاره البدء في مشروع المنطقه اللوجستيه بدمياط وتكلفه 15 مليار جنيه والانتهاء خلال عامين. كمان من المصري يوم تنفيذ محور اقليم لخدمات مشروعات القناه والمركز المركزي للتعمير، الطريق يخدم 5 موانئ والتكلفه 1.8 مليار جنيه. واعتقد جوله المهندس ابراهيم محلب بالامس في دمياط وبورسعيد اعتقد ان هي جوله هامه جدا ومثمره بمعنى اصح. أنا زمان كتبت كده وقلت لازم إن احنا ننقذ دمياط. دمياط ديت من أهم المدن الصناعية على مستوى العالم، مش على مستوى المنطقة العربية. للأسف الشديد لك أن تتخيل إن دمياط برضو الذين يباهوننا بيها في الخارج، عندكم الخشب، يعني أنت لما تيجي تسافر أقول لك ده الخشب ده من دمياط، ده صحيح تمام. للأسف العمالة وصلت ل 60%، يعني قربت تقل. الخشب المستورد والورش المستوردة دخلت دمياط وطبعا معظمها من الصين. تاني حاجة اللجوء التجار والصناعيين في الحرفيين هناك في دمياط للورش الغير مرخصة. أنا أرى أن طبعا جولة المهندس إبراهيم محلب مشكورا أن هو يبص للمنطقة ديت، ولكن لابد من تقنين الصناعة في دمياط، لابد من اننا نشوف اكتر من 10,000 ورشة من غير ترخيص، لازم نشوفهم ونرخصهم. لازم انت في الاساس تعمل عملية اكتفاء ذاتي، ان مثلا الصين طلعت
لما اعتمدت على نفسها اكتر يعني وبقت من النمور الاسيويه. ليه بقى؟ لان بقى يعتمد على نفسه اكتر. انت بقى عندك صناعات لابد ان انت تعليها فوق، تعليها، لانه يعني المهنه دي كانت من قوتها في دمياط صناعه الاساس، كانت بتورث. لا وكمان دمياط البطاله زيرو. بالظبط زيرو. ما المهنه دلوقتي للاسف الشديد بدات البطاله تتسلل لدمياط، بدات نسبه الانتاج الدمياط يعني انت مثلا عندك بقى 60% دلوقتي و40% جاي من بره، تمام. فانا اقصد اقول ان احنا لازم نقنن الاوضاع، اوضاع الصناعيين هناك، ولازم نلتفت للصناعه المحليه بشكل مهم في المرحله اللي جايه. يعني مفترض انها تكون نموذج يتطبق مش نقضي عليه. صحيح. مشكوره جزيلا استاذ حسام فاروق الصحفي، كاتب الصحفي في جريده الجمهوريه. شكرا يا فندم، شرفتنا. شكرا بيك. ودلوقتي معد موجز التاسعه لاهم الانباء، محمد عبد الله هيقدمه لنا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا مهان.